نشر بوست على تويتر بعد وفاته بأكتر من سنة، والناس كلها مستغربة وبتسأل هو رجع للحياة تاني ولا إيه؟ ولا يكونش خرج من قبره؟ هي إيه الحكاية بالظبط؟ الإعلامي الراحل وائل الإبراشي اتصدر جميع محركات البحث في الكاميوم اللي فاته، واسمه كان موجود من ضمن قائمة الترند في موقع تويتر، ومش هتصدق هو عمل إيه. طبعا كلنا عارفين إن الإعلامي وائل الإبراشي اتوفى بقاله أكتر من سنة، واليوم اللي اتوفى فيه ده كان يوم حزين جدا على الإعلام المصري، بس الظاهر كده إنه مطول معانا حتى وهو ميت. الحساب الرسمي للإعلام الراحل وائل الإبراشي على موقع تويتر لحد دلوقتي شغال في كتابة ومتابعة للأحداث، ولسه بينشر بوستات، ودي حاجة غريبة جدا خلت الناس كلها تسأل هو الراجل مش مات؟ إزاي البوستات دي بتتنشر وبصورة مستمرة كمان؟ المثير للجدل بقى هو بوست اتنشر على حسابه الرسمي عن حريق في احد الفنادق المهجورة في منطقة الزمالك، والبوست ده تفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة جدا وانتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اول ما الناس شافت البوست ده بدأت كلها تسخر من الموضوع، ومن التعليقات اللي اتشهرت الله يرحمه منزل بوست عن فندق مهجور بيتحرق، نهاركم لذيذ. وكومنت تاني بيقول هو ليه في فندق مهجور في الزمالك اصلا، وليه وائل الابراشي هو اللي بيقول الخبر، وغيرهم وغيرهم كتير من الكومنتات اللي كانت مستغربه من الموضوع. والموضوع اتقلب لسخريه وترند، والناس كلها بقت بتضحك على اللي بيحصل. ولكن طلع واحد وقال ان حساب الاعلامي الراحل وائل الابراشي شغال عادي وبينشر احداث واخبار دايما، لان في حد ادمن ماسك الحساب وشغال بيه، يعني الراجل ما خرجش من قبره، ولا ده شغل جن ولا عفاريت زي ما في ناس كتير جدا بتقول. الإعلامي وائل الإبراشي اتوفى يوم 9 يناير سنة 2022، والقصة بدأت لما تصب فيروس كورونا في ديسمبر سنة 2020، وكان بيتعالج في أحد المستشفيات، وتعرض لمضاعفات كبيرة جدا عملت له مشاكل في الرئة. بعد ما الإعلامي وائل الإبراشي توفاه الله، زوجته قررت إن هي تثير الجدل، واتهمت أحد الأطباء إن هو السبب في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي. يعني من الآخر كده هي كانت شايفة إن وائل الإبراشي ما ماتش موتة ربنا بسبب المرض، لا هو مات بسبب الإهمال والتقصير اللي عمله الدكتور ده. وطبعا الموضوع ده عمل حالة جدل كبيرة جدا بين كل الناس، وخرج الكاتب خالد منتصر واتهم الطبيب وذكر الحرف الأول من اسمه شين، وقال إن هو السبب في تدهور الحالة الصحية للإعلام الراحل وائل الإبراشي من أول يوم اتصفيه بفيروس كورونا. ربنا يرحم موتنا جميعا، ولو عاوزين تعرفوا تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.